على متحف الحضارة. متحف الحضارة ده يعني مفيش حد بيتكلم عنه إلا بيتكلم عنه بإيجابية شديدة ورهيبة جدا، بس هل تتفق أو تختلف جايز، هل تتفق معايا أنه مش واخد حظه لغاية دلوقتي من من الإقبال والسمعة؟ هو بيتعامل مع متحف قديم والمتحف المصري، إزاي ننقله للمستوى ده من الاهتمام؟ بالفعالية دي بحضور عالي المستوى إن شاء الله، بالترويج في 60 دولة بيذيعوا الحدث، في أكثر من 400 كاميرا ومراسل صحفي مصري وأجنبي. عندي طلب 100 دلوقتي طالبين إضافي فوق 400 عايزين يجوا يصوروا ويغطوا، فالناس كلها هتعرف متحف الحضارة، الناس كلها هتتكلم عنه، هتشوف مقتنياته، وده هدفنا من الفعالية كلها اللي هو الترويج لمتحف الحضارة والترويج للحضارة المصرية وإظهار جمال القاهرة وإظهار للعالم كله هنحترم أثرنا وبنقف احتراما لأجدادنا. هو وعي سياحي وأثر الأطفال نربطهم بتاريخ بلدهم طبعا. هي حاجات كتير قوي، فعشان كده هي الفعالية واخدة اهتمام دولي غير عادي، والحمد لله أنا سعيد جدا بالصحافة والإعلام المصري اللي بقى لهم 3-4 أيام بيغطوا الحدث بطريقة شبه مستمرة، ودي حاجة تسعدنا جدا. احنا عاوزين حاجة يعني بريق أمل إن شاء الله في ظل الكورونا اللي عاملة حالة ضباب في العالم كله، دول العالم كلها بنشوف بتقفل، فلما احنا النهاردة نوري صورة المتحف التحرير ضلمة وفي لحظة ما يروح كله منور والمسلة تنور والعربيات تنطلق، فده حاسس هو طريق أمل يا رب يكون لعله خير على طبعا إن شاء الله. وزي ما كنت بقول في الأول أنه أنت دلوقتي بتحط نفسك على قمة أولويات الديستينيشنز أو الوجهات السياحية، أول ما يعني ربنا يفرجها على العالم كله يعني هتبقى أولوية بالنسبة لكل الزيارات اللي بتيجي مصر طبعا. وعشان كده احنا عايزين نوري القاهرة بشكلها الجميل، وعلى فكرة التعالية دي احنا كان ممكن نعملها من سنة وننقلها، احنا كنا مسلين نطور التحرير ومسلين نطور بحيرة عين السيرة ونطور متحف التحرير، احنا عاوزين لما الدرون يصور ولما نصور بال 39 كاميرا بتاعتنا نوري شكل جميل، فنخش كل بيت في العالم. وعلى فكرة احنا جات لنا قنوات كانت عايز تاخد النقل حصري، والنقل حصري معناها ان المواطن تاخده من بابه يعني تقفل عليه لوحدها، يبقى عرض لوحدها عليه لوحدها وعاوزين يدفعوا فلوس ومحدش ينقل الا على قناتهم هم. واحنا في الوزارة ارتقينا ان ده حق اصيل لل 100 مليون مصري انهم يتفرجوا على الحدث ده في تلفزيوناتهم وفي كل القنوات العربية والاوروبية. كانوا عارضين فلوس كتير يا سيادة الوزير؟ طبعا كان في مفاوضات، لكن المبدا احنا من الاصل ما وافقناش عليه، احنا قلنا ان احنا نخش كل بيت في العالم، وان يجي لي النهارده 220 قناه اجنبيه تطلب انها تيجي يا بالكرو يا تاخد بث مباشر وتذيع على الهواء في نفس التوقيت، دي تسوى كتير جدا. احنا في وزاره السياحه بندفع ملايين الملايين عشان ننزل في اعلان 20 ثانيه على قناه. ايوه انا النهارده انا هنزل لمده ساعه ونص، وغالبا قبلها وغالبا بعدها، انا كبرى القنوات العالميه النهارده تواصلت معانا وكله بيسال وكله بيتصل، انتوا ليه بتعملوا الحدث ده؟ الحدث ده عمرنا ما سمعنا عنه، طب انتوا لو ما بتعملوا كده لمومياتكم هتعملوا ايه في حفله المتحف المصري الكبير؟ فدي بتحطنا في حته تانية، ان مصر مش متعوده يبقى عندها مهرجانات في الشوارع. دايما حضرتك عارف ان في مدن سياحيه كثيره بتعمل مهرجانات في الشوارع، ودايما وبتبقى لوحدها اجنده سياحه مختلفه، يعني ما بيبقاش بتبقى لوحدها اجنده بتجذب سياح وبتجذب زوار. بالظبط، وده اللي